صباح الخير لجميع متابعين طقس العرب اينما كنتم. اليوم صباح الخميس عدنا لكم في نشره جويه جديده للحديث عن اخر تطورات العاصفه الثلجيه جنا، والتي من المتوقع ان تضرب المملكه ان شاء الله خلال اليوم ويوم الجمعه باذن الله تعالى. طبعا صباح اليوم كانت الاجواء بشكل عام متقلب ما بين غائمه جزئيا الى غائمه، هطلت زخات متفرقه من الامطار بحمد الله في المنطقه الشماليه والوسطى، في حين كانت هناك زخات من الامطار مخلوطه بالثلوج خاصه في مرتفعات عجلون وتحديدا منطقه راس منيف. حاليا اخر صور الاقمار الصناعيه الوارده الينا تظهر عن تشكل المنخفض الجوي حاليا في مناطق غرب جزيره قبرص، ايضا يترافق هذا المنخفض الجوي بكتله هوائيه او عفوا بجبهه هوائيه قطبيه قويه ستعبر البلاد بشكل تدريجي إن شاء الله تعالى مع ساعات ما بعد العصر والمساء بإذن الله تعالى. الجبهة حاليا تتواجد قبالة السواحل الفلسطينية والسورية والمصرية، تتحرك بشكل تدريجي نحو المملكة لتعبر المملكة كما ذكرنا بشكل تدريجي خاصة مع ساعات الليلة وصباح يوم الجمعة، حيث تؤدي هذه الجبهة بإذن الله تعالى لهطولات ثلجية كثيفة أحيانا كما ذكرنا اعتبارا من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. هذه الجبهة ستعمل على تدني في مستويات التساقط الثلجي لتطال أغلب مناطق المملكة باستثناء مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. نتحدث بشكل أكبر عن التوقعات للساعات القادمة من يوم الخميس، كما ذكرنا صباحا كان هناك أمطار مخلوطة بالثلوج، خلال ساعات الظهيرة أيضا هناك أمطار مخلوطة بالثلوج خاصة كما ذكرنا في المنطقة الشمالية والوسطى. الجبهة الهوائية تبدأ بالتأثير بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات العصر، تتحول الهطولات إلى ثلجية في المرتفعات التي ترتفع عن 800 متر في المنطقة الشمالية والوسطى. خلال ساعات العصر والليل الأولى يتدنى مستوى التساقط ليطال المرتفعات التي ترتفع عن 700 متر، نتحدث عن أجزاء واسعة من العاصمة عمان. مع ساعات الليل ليلة الخميس الجمعة تعبر المملكة الجبهة الهوائية القطبية بكامل قوتها، ينخفض مستوى التساقط إلى 500 متر، تصبح الثلوج كثيفة في أغلب مناطق المملكة وتعمل على حدوث تراكمات كبيرة بإذن الله تعالى. يوم الجمعة لو انتقلنا لتفصيل الحالة الجوية المتوقعة يوم الجمعة، يوم الجمعة صباحا هناك استمرار للثلوج الكثيفة مع ملاحظة تدني مستوى التساقط إلى المرتفعات التي ترتفع عن 200 متر، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن كامل مناطق المملكة باستثناء الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. خلال ساعات الظهيرة والعصر تتحول الهطولات إلى متقطعة من الثلوج يعني بين الحين والآخر مع بقائها غزيرة على فترات. مع ساعات مساء الجمعة تعبر البلاد جبهة هوائية قطبية ثانية جديدة تؤثر بشكل أساسي على المنطقة الوسطى والجنوبية وتحديدا المنطقة الجنوبية، تعمل على تجدد تساقط الثلوج الكثيفة في شمال ووسط المملكة خاصة فوق المرتفعات التي ترتفع عن 800 متر، في حين تتحول الهطولات إلى مخلوطة بالثلوج في المرتفعات دون ذلك. نظرة الآن على مسار التوقعات للمستويات التساقط، نرى أن الفرصة التساقط كانت مع ساعات صباح اليوم على المرتفعات التي ترتفع عن 1100 متر عن سطح البحر، سيتدنى هذا المستوى مع بداية عبور الجبهة الهوائية. مع ساعات تقريبا مع ساعات الليل الأولى من يوم الخميس يطال يعني هذه هي ذروة الجبهة الهوائية الأولى في هذه المنطقة، تتدنى مستويات التساقط إلى ما يقارب 200 متر كما ذكرنا، فبالتالي نتحدث عن مناطق كثيرة من العاصمة ومناطق كثيرة من المملكة سترتدي غدا صباحا بإذن الله تعالى الحلة البيضاء. إذا هذه ذروة الجبهة الأولى، تتدني مستوى التساقط إلى درجة كبيرة تصل إلى 200 متر صباح الجمعة. بعد ذلك يرتفع مستوى التساقط مجددا ليستقر ما بين 700 إلى 800 متر مع ساعات مساء الجمعة وصباح السبت في الجبهة الثانية. هذا كان آخر ما لدينا، تابعونا دائما خلال التحديثات القادمة أولا بأول. ما تنسوا تبعثوا لنا الصور لمناطقكم خاصة مع بداية تساقط الثلوج بإذن الله تعالى على share.arabiaweather.com. تابعونا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واليوتيوب. كان معكم أسامة الطريفي، لنا لقاء.